أهلا بكم عشاق مصر وعشاق منتخب مصر وعشاق كرة القدم الجميلة. الليلة ليلتنا، الكل موجود والكل حاضر والكل يتابع ويترقب أصدقائي الإطلالة الأولى لمنتخبنا الوطني المصري في مرحلة المراجعة النهائية. على بركة الله مشاهدينا الكرام، منتخب مصر الليلة يستضيف تايفا ستارز منتخب تنزانيا في حوار دولي ودي من أجل الاستعداد والتجربة والاستقرار على التشكيل الأمثل، والأهم هو الحفاظ على سلامة اللاعبين. إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب الـ11 لاعب اللي هيبدأ بيهم كل مدير فني هذا الحوار النهاردة في البروفا الأولى لتايفا ستارز، ممثلة في سيمون ميسوفا وفريد موسى وساماتا وجون بوكو. الجيش المصري ببون أصدقائي تبدأ فعاليات هذا اللقاء الدولي الودي، منتخب مصر أمام منتخب تنزانيا. سمير جمال كمساعد أول ويوسف البساطي كمساعد في الدرجة الأولى الإنجليش بريم ليج مع ويست بروميش. قاع دي كورة هات وخد لأحمد عنيا المحمدي، ودي كورة العرضية حلوة، كورة عرضية حلوة وردة في أول إطلالة وأول رائحة هجوم. أحمد علي هجام على طول لوليد سليمان، ودي المحمدي والعرضية العرضية، ولكن مانولا منص مرمى فريق سيمبا التنزاني ياخد العرضية الأرضية متوقعة بشكل خاطئ، ودي عبد الله بيسدد ولكن بتخبط بتتلعب على طول الركنية على الأرض، لكن فيصل سلوم اللي عنده هدفين، ودي عبد الله بينشن والعرضية العرضية على طول لكيلفن يوناندي، ولكن لسه جدل ميشيل فريد موسى تانيا سماتا عايز يربط مع جنبوكو، ترجع لجنبوكو تسديدة قوية جدا او 30 عام هيسجلوا المشاركة التانية، طموحات كبيرة جدا جدا للدولة. فوسوفا يوسع كورة مرة تانية عرضية وعلاء، وبدأ منتخب تنزانيا يدخل في اجواء اللقاء. يلا يا وليد في مكان خطير وتسديدة تجديدة، ولكن بيعمل لها بلوغة بشكل جيد يا ولد على الترقيصة، ولكن فين العرضية؟ عرضية مش معدية، وده سليمين لأقصى اليسار، ادي الكروس ودي الكورة العرضية ووردة وردة كلاكتتان بيحيي الأداء اللي حتى الآن بيعتمد بشكل ترقيصة يا ولد، ودي كورة الوليد هيسدد وليد، ولكن هربت واتعمتها هيسدد، ولكن تجديدة بعيدة تسديدة بعيدة تماما تماري، خصوصا في التلت الأخير القلب الدفاعي، ولكن التوجيه أدي أحمد علي بقول لحضرات الكل اتكلم عنه إن هو لابد إن هو ياخد أشرف في مكان مهم، ودي تسديدة هذه تسديدة خطيرة جدا جدا وفرصة حقيقية، فرصة حقيقية مصرية باختراق وتقدم من أيمن أشرف. ركنية رقم 5 تتلعب على طول، ودي ضربة رأسية فرصة كبيرة، فرصة كانت لابد انها تبقى في البرواز وكانت تبقى اقل، ولكن فين خد القرار ايمن اشرف اكتر من مرة ورمبات شروط، وضربة حرة مباشرة تتلعب وتتسقط، ودي الكورة ودي فرصة مش ممكن مش ممكن مش ممكن، هي كورة متهيئة متأشرة للمحمدي، ولكن يطلع من تحت تقطيع الارض قلب الدفاع، واللاعب جاديل ميشيل بيشيل هدف محقق منحقق، هل من داخل المرمى ولكن كوره، ومره تانيه لخبطه ودربكه، ودي محاوله مصريه لاضافه اول اهداف اللقاء.